وقعت هيئة لامع ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية تعاون بين الجانبين، يكون بموجبها المعهد شريكا معرفيا للمشروع الوطني لامع في نسخته الرابعة، وذلك لتدريب نخبة من الشباب البحرينيين الذين سيصلون لمرحلة التحديات في لامع الذي يهدف لاكتشاف وصقل وإبراز كفاءات الشباب. بهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد بأن التعاون الاستراتيجي مع هيئة لامع سيسهم في تعزيز وتسخير كافة الإمكانيات والخبرات لدعم الشباب البحريني في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية بشكل أفضل. بدورها عبرت المدير العام لهيئة لامع عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستكون بمثابة البوابة لتعاون مميز يسهم في تحقيق أهداف الجهتين وتوفير فرص تدريبية استثنائية للمشاركين في المشروع الوطني لامع وتعزيز قدرات الشباب البحريني الطموح.